استقبل سمو العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي صباح اليوم بمكتبه في قيادة الحرس الملكي الفريق أول جوزيف فوتيل القائد القوات المركزية الأمريكية والوفد المرافقة له بحضور سمو الرائد ركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد القوة قوة الحرس الملكية الخاصة وخلال اللقاء رحب سمو قائد الحرس الملكي بقائد القوات المركزية الأمريكية مشيدا سموه بعلاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الجانبين وما تشهده تلك العلاقة من تطور ونماء على الصعيد العسكري هذا وقد قام قائد القوات المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بجولة في قاعة متحف قوة الحرس الملكية الخاصة طلع خلالها على مختلف المقتنيات التي ضمها المتحف والتي جسدت مشاركه مجموعه قوه الواجب الخاص في عمليتي عاصفه الحزم واعاده الامل والمهمات الاغاثيه والانسانيه